الدكتور محمد سيد طه، مدرس واستشاري طب وجراحة العيون بكلية الطب بني سويف، استشاري جراحة الشبكية والحول والمياه البيضاء وتصحيح عيوب الإبصار، عضو الجمعية الأوروبية لجراحات الشبكية والجسم الزجاجي، عضو الجمعية الأوروبية لجراحات الحول وتجميل الجفون. أهلا بكم. عمليات تصحيح الإبصار لها إبهار رائع جدا. ليه؟ أولا لأنه مفيش أجمل من إن الإنسان يشوف الحياة من غير تعقيد، من غير مساعدات. يصحى من النوم مش بيدور على نظارة، يصحى من النوم ما بيدورش على عدسة اللصقة، يقدر يتحرك زي ما هو عايز، نظارة مش هتقع منه، يلعب رياضة زي ما هو عايز، ينزل بحر ويبقى شايف. المعاناة بتاعت النظارة يا جماعة إنها يسموها كده معين بصري، يعني هنا جايبين فيديو بيوريك انه البنت اللي بتلبس نظارة ازاي بتعاني. طبعا رؤيتها من غير نظارة مش جيدة، حتى بالنظارة على فكرة مهما كانت النظارة اكيوريت ومظبوطة وحلوة اكيد مش زي عمليات تصحيح الابصار. طبعا وهي ماشية من السهل جدا انها لو مش لابسة نظارة تتخبط، تقع، تتكعبل. سهل ان طبعا التريقه طبعا من غير نظاره بقى هي ماشيه بتعاني، فطبعا لازم ايوه راحت جايبه النظاره ولابسه تمام هتشوف احسن تمام ماشي دلوقتي مبسوطه، بس في فاكتور وعامل اخر مخيف جدا بالنسبه للي بيلبسوا النظارات وهو التريقه، التنمر. صاحبتها تشد النظاره منها وريني انا عادي. دول طبعا الناس السخيفة ملهاش تفسير تاني، يعني هو المتنبرين دايما بسميهم انا الناس السخفة الاغبياء، دايما المتنمر سخيف وغبي، غبي لانه ما عندوش تقدير، ملوش تفسير تالت ومش متربي. المتنمر سخيف غبي مش متربي، والمتنمر ممكن يكون حاجة غير كده اكيد. هنا جت عمليات تصحيح الابصار الحقيقة انقذت البنوتة زي دي، مئات الآلاف ملايين البنات اللي زي دي والشباب اللي زي دي بيتعرضوا لهذه التجربة. دي مختصرة، فيديو مختصر معمول بكاميرا يعني كاميرا موبايل زي ما بيقولوا، اللي عملوا هواه مش محترفين، لكن لو عايزين الحياة فيها أكبر من كده بكتير. تعالوا ندخل ونعيش مع الحياة ونعيش مع قصة تصحيح الإبصار مع واحد من أسماء القديرة البارزة في عالم تصحيح الإبصار وعالم العيون. النهارده ضيف العزيز النهارده الاستاذ الدكتور محمد سيد طه، المدرس واستشاري الطب وجراحات العيون كلية الطب بني سويف، استشاري المياه البيضاء وتصحيح الابصار وجراحات الشبكيه وعلاج الحول وجراحات الحول، عضو جمعيه الاوروبيه لجراحات الشبكيه والجسم الزجاجي والجمعيه الاوروبيه لجراحات المياه البيضاء وتصحيح الابصار. اهلا بك يا دكتور محمد منورنا. عايز ابدا الاول، ايه سبب انه عمليات تصحيح الابصار ما شاء الله زادت، بقت في عمليات كثيره تصحيح الابصار؟ ده بيرجع سبب رئيسي ان عمليات تصحيح الابصار عمليات امنه بنسبه 99%، فالمضاعفات بتاعتها فيري مينيمال، تعتبر يعني شبه ما لهاش مضاعفات، 99% امان. الحاجه الثانيه العمليات دي نتائجها وقتيه، يعني عيان بيلاحظ نتيجه بعد حوالي 6 ساعات من العمليه، 6 ساعات بيرجع نظره 6/6، ما بيحتاجش النضاره تاني، فبيحس بسرعه في الريكفري وفي المعافاه. الحاجه الثالثه ان العمليات دي قلنا فاينانشال، ان هي في متناول الناس، يعني اغلب انواعها في متناول الناس العاديه، فمش عائق مادي كبير على اغلب الناس. ايه الحاجه الرابعه؟ ان المريض بعديها بيستغنى عن النظاره الطبيه تماما، بل بالعكس في بعض الحالات اللي عندهم قصر النظر مودريت وهاي عالي شويه، دول بيحسوا ان النظر اتحسن والجوده النظر الكواليتي بتاع الفيجن نفسها دي بقت افضل كتير بعد عمليه التصحيح، افضل كتير من النضاره. فعشان كده انتشرت جدا العمليات دي دلوقتي. ايه طرق تصحيح الابصار؟ تصحيح الابصار ممكن نعتمد على ان احنا نشتغل على القرنيه بتاعه العين، في ان احنا نوجه اشعه الليزر على القرنيه، او ان احنا نشتغل على زراعه العدسات. عندنا طريقتين. زراعه العدسات هننتقل ليها بعد شويه، احنا هنتكلم في القرنيه الاول. القرنيه عندنا ليزك سطحي على سطح القرنيه، او عندنا انواع تانية من الليزك غير سطحي بيكون فيها فلاب او جزء من القرنيه بنرفعه وبنابلاي الليزر. دي برضو بتنقسم ليزك بكل انواعه، وبتنقسم لفيمتو ليزك وفيمتو سمايه.
الليزك نفسه او الفيمتو ليزك في ابليشن بروفايل، يعني في طريقه ان احنا بنابلاي بيها الليزر على سطح العين، دي منها طريقه تراديشنال الطريقه العاديه، او الطريقه الكاستمايزد اللي هي التفصيليه اللي هي بنسميها الليزك ببصمه العين، اللي هو حقق نجاح باهر دلوقتي جدا جدا، اللي هو كاستم ليزك. كاستم ليزك نجاح باهر، ما فيش تشوهات بصريه، 6x6 كواليتي اوف فيجن رهيبه، ما فيش جلير، ما فيش زغلله بعد العمليه، ما فيش هالات، الاضاءه بالليل واضحه، اللي بالسواقه بالليل سهوله رهيبه جدا في السواقه، ما فيش اي مشاكل ليليه عند المريض. ده كاستم ليزك، ده كاستم ليزك، ده ميزاته جباره، ده الكاستم ليزك انه بيصلح مش بس النظر، مش بس اللي اوردر ابريشن، مش بس القصر والطول والاستجماتيزم بتاع المريض، لا ده بيصلح الهاي اوردر ابريشنز، ده بيصلح الكوما والتروفايل والسفيريك ابريشنز. عايزين عربي، عايزين عربي عشان الناس تفهمنا، يعني بيصلح التشوهات البصريه. عشان احنا قاعدين الجماهير دلوقتي قاعده تقول لك مين يا عم الحاجات اللي انت قلتها دي، اللي هو بمعنى اصح عشان نبسط للناس ان هو بيصلح التشوهات البصريه بجانب ضعف النظر، فبيصلح الاثنين مع بعض. طب بس برضو ما هو احنا قلنا عربي، بس عربي بالنسبه للناس برضو عايزه تفهم اكتر، يعني ايه تشوه بصري؟ تشوه بصري يعني المريض بيلاحظ اعراض عليه زي ان هو في جلير، في هالات بالليل، بيشوف زغلله، بيقول في السواقه بالليل النور بيخبط قصاد عيني بزغلل، ببص على لمبه بالليل بحس ان فيها هالات حواليها، ببص على الكونتراست، انا ببص على الوان متداخله مع بعضيها مش واضحه الالوان دي بالنسبه لي، الجوده الرؤيه نفسها بالنسبه لي، حرف نفسه شايفه بس الحواف بتاع الحرف انا مش قادر اوضحها كويس. لا انت هتوضح الحواف وهنتغلب على كل المشاكل دي بعد ما نعمل الليزك التفصيلي. فده ميزه رهيبه يعني. رهيبه. اذا انت بتعمل الليزك عشان تعدل ضعف الابصار وبتعمل الكاستم، دي كانت عمليه كاستم ليزك، دي كاستم ليزك. دي كانت عمليه كاستم ليزك. ده بقى بيخلي الانسان يعني يشوف بالليل افضل، يشوف تفاصيل طبعاً. احسن تفاصيل احسن، الوان اوضح، الوان اوضح، الوان اوضح، مفيش اي هالات، مفيش اي زغلله بالذات ليليه حوالين الاضاءات، فبيتفادى حاجات كتير جدا المريض اصلا بيشتكي منها بالنضاره، فبنتغلب عليها ان احنا خلعنا النضاره وفي نفس الوقت صلحنا الحاجات دي. واضح من كلامك ان عنوان النهارده التطورات اللي حصلت فيه. تطورات حصلت كتيره جدا. ايه التطورات الثانيه؟ تطورات منها اللي احنا قلنا عليها الكاستم ليزك، الليزك التفصيلي، منها البي ار كي، عمليات الليزك السطحي بدات ترجع تاني باك تو سيرفيس دلوقتي. باك تو سيرفيس في كل العالم كله، ان الليزك السطحي اتطور جدا، اصبح ان في نوع من انواع الليزك السطحي ان احنا نون تاتش تكنيك، احنا مش بنلمس العين اطلاقا بتاع المريض، القشط بتاع القرنيه وسطح القرنيه الابيسيليوم اول طبقه دي نفسها بتتقشط بالليزر بالجهاز، الجهاز الاريجريتو مثلا اي اكس 500 عندنا في المركز بيقدر مثلا بابليشن بروفايل ان هو يشيل الطبقه دي 50 مايكرون بتاع السطح القرنيه، وفي نفس الوقت يقدر يكمل الليزر الاكزايمر اللي هو بيعمل ريشيبنج وبيصلح الشكل بتاع القرنيه وبيحسن النظر، فقدرت ان انا اتغلب على المشكلتين بنون تاتش، مش بلمس العين اطلاقا، كلها بالليزر فقط لا غير، فاصبح الليزك السطحي المعافاه بقت اسرع. المريض زمان في الليزك السطحي كان بيقعد الم شديد اسبوع، بيقعد في غباشه في النظر ومش قادر يشوف كويس والنظر مش قوي اول اسبوع او 10 ايام، لا دلوقتي ممكن بعد يوم واثنين مريض الليزك السطحي يقدر يتعامل زي مريض الليزك التراديشنال او الكاستم ليزك، يقدر ان هو بعد يومين يمارس حياته طبيعي ويرجع للشغل، والموضوع بقى اسرع في الريكفري وفي العوده للنظر 6x6. تطورات الفيمتو، تطورات رهيبه حصلت. ده الفيمتو. ده الفيمتو ليزك. الفيمتو نفس الفكره، ان انا نون تاتش تكنيك، انا ما عنتش ان انا بقطع جزء من القرنيه او بشيل جزء من القرنيه بالمايكروكراتوم، هو ما فيش حاجه اسمها مشرط، يعني دي معلومه مغلوطه برضو عند بعض الناس، لا هو الجزء ده بيتشال بحاجه اسمها مايكروكراتوم، يعني موتورايزد، كان في موتور كده بيتعامل مع العين، الموتور ده هو كويس جدا والنظر بتاع عين 6x6 وبنعمله كل يوم ممتاز، بس فيمتو ليزك اضافه اقوى، اضافه جديده، ان احنا لا بدل ما اشيل بالماتور، لا انا اللي هستخدم تقنيه الفيمتو ليزر في ان انا اعمل فلابه من الكورنيا من القرنيه، وفي نفس الوقت هقدر بعديها ابلاي الليزر بتاعي الاكزايمر واصلح ضعف النظر، يبقى كل العمليه اتعملت بالليزر ما لمستش العين اطلاقا، الريكفري سريع جدا. في حالات اللي فيها ضعف في القرنيه يقول يا دكتور انا عندي سمك القرنيه ضعيف، عندي 460 مايكرون 470 مايكرون، انا مش قادر اعمل عمليه ليزك، لا نقدر نعمل فيمتو ليزك. ان فيمتو ليزك انا بقدر اتحكم في السمك بتاع الفلابه بتاعتي، اقدر اعمل فلابه 90 مايكرون او اقل كمان من كده، فبالطريقه دي اقدر اوفر جزء كبير جدا من قرنيه المريض، واقدر ابلاي الليزر بتاعه بدون ما اقول انت لا القرنيه ضعيفه ما تحتاجش عمليه، نقدر في حاجات كتير نعمل حاجات كتير بتبقى ماينس 11 وماينس 12، يقول لك انا ماينس 12 دكتور انا عديت مدى الليزك،
النيزك لحد 9، لا ده انت ممكن بمانس 12 دي نعمل لك فيمتو نيزك، نعمل لك فيمتو سمايل كمان، وترجع 6 على 6 ويبقى النظر كويس جدا. احنا وفرنا جزء كبير من الكرانيه، ان احنا ما قطعناش جزء من الكرانيه كبير، عملناها 90 مايكرون او اقل، او عملنا الفيمتو سمايل، شلنا الانتيكيول، عدسه من العين شلناها، وبالتالي ما عملتش قط، مفيش اصلا اي حاجه تطلع في الكرانيه. اللي احنا هنشوفه دلوقتي فيمتو سمايل اللي هو برضه واحده من التقنيات، واحده من التقنيات الحديثه الرائعه. ان انا مش بقطع في الكرانيه اطلاقا، انا مجرد بشيل عدسه صغيره، جزء صغير جدا، ده بشيله بلاقي ان النظر اتصلح. ده بيفيد جدا في حياه الهاي مايوبيا، حياه القصر النظر الشديد اللي هم عندهم اكتر من -6 بيوصلوا ل 10 و12، دول بالطريقه دي بقدر اعمل لهم عمليه حتى لو الكرانيه ضعيفه شويه، بدون ما يحصل ضعف زياده في القرنيه او مشكله فيما بعد. ازاي بنحضر المريض؟ احكي لي بقى اليوم بيمشي ازاي. هو دي مهمه جدا، عشان كده بقول للمريض دايما يعني روحي دكتور متخصص في انواع الليزك، في انواع تصحيح الابصار، في زراعه العدسات. مش ما تروحش الدكتور وخلاص وتقول مثلا لا ده ليزك، ده زي الايرا اللي انتشرت فتره كده، ده في عروض، ده في مش عارف ايه، ده حاجات غريبه انتشرت في الاونه الاخيره. لا، روحي دكتور متخصص، لان تحضير العمليه اهم من العمليه. ان العروض دي تدخل على العيون. دخلت يعني على العروض دي، يعني العروض دي ما يعني ماشي يعني سمعناها في برانشات تانية، فروع تانية في الطب، لكن في هي على فكره في كل فروع الطب دلوقتي. بس في مجال العيون في التصحيح انتشرت شويه. غريب قوي. غريب قوي. نعم. ان حد يسلم عينيه لعروض، يعني عروض يعني ومراكز مجهوله. مراكز مجهوله واجهزه مجهوله. يعني بنشوف اجهزه، الاجهزه دي يعني المفروض تتكهن، هي اجهزه اصلا شغاله بقالها 20 سنه، والجهاز ده المفروض يتكهن. الجهاز ده اصلا دقته في التصحيح الابصار دقه قليله جدا، يعني ده هيصلح مثلا المريض لو دخل في غالب هيصلح 70% 60% من ضعف اللي عنده. هي مش عربيات يا جماعه. احنا الوحيدين في العالم اللي بنمشي عربيه موديل مش عارف كام. هو يقول اصل انا ابن خالي عمل وطلع كويس. طب ما صدفت معاه كويس عادي، يعني ممكن تصدف مع حد كويس، تصدف مع حد انه يصلح له 60%. انت ترضى ان يصلح لك 60% من الضعف اللي عندك ويتبقى 40%؟ كتير جدا. انت ما عملتش حاجه، انت رجعت النضاره ما عملتش اي حاجه. فانت بتخش لازم تختار الطبيب اللي هيقدر يعمل لك فحص قبل العمليه جيد جدا، عشان اعرف اذا كان ينفع لك النيزك او لا، واذا كنت انت فعلا واحد من الناس الفت اللي النيزك هيجي معاهم نتيجه جميله جدا وستة على ستة ولا لا. الحاجه الثانيه الدكتور اللي عنده احدث وادق الاجهزه اللي تقدر تصلح لك 100% من الضعف، وشوف 6 على 6 بعد حوالي 4 ساعات من العمليه. يعني هنا مثلا ده اول جهاز مهم. ده جهاز الفحص اللي بنقول عليه ده أليجرو اوكيولايزر. الجهاز ده دقيق جدا جدا في فحص القرنيه، بقدر اجيب سمك القرنيه، ابعاد القرنيه، الكيرفيتشر الكهات بتاعتها، اشوف الاليفيشن مابس ارتفاعات القرنيه. الجهاز ده دقه رهيبه، اقدر اعرف فعلا العيان ده اذا كان ينفع له. ده واحد من عيانين دخل يعمل ليزك، عملنا له الفحص طلع عنده انفيرتد كيراتوكونس، ده عنده قرنيه مخروطيه عكسيه، قرنيه مخروطيه علويه. فقلنا له لا خلاص، انت عندك قرنيه مخروطيه، احنا مش هينفع تصحيح، احنا نخش في حاجه تاني في تثبيت قرنيه وزراعه حلقات، وهنعالجك بطريقه تانية خالص. فدقه الجهاز عرفتني اذا كان المريض ده هينفع تعمل له عمليه او لا. دي مريضه عامله ليزك من 15 سنه، دقه الجهاز عرفتني، ما قيتش ان انا عامله ليزك. احنا بالجهاز اكتشفنا ان عامله ليزك من 15 سنه من الجهاز، وقدرنا نعرف، قدرت اعرف ان هي من 15 سنه ليزك، وان هي عامله ليزك قديم. بسالها قالت لي انا فعلا عامله من زمان، ولقيت عندها ضعف حوالي -3 او -3.5. قلنا لها لا عادي، الفحص كويس وجميل، نقدر نعيد النيزك تاني. كانت عامله تقنيه قديمه شويه، فما كانتش لسه في تطور، فالنظر ضعف حاجه بسيطه جدا، ما كانش التطور الموجود دلوقتي. فعملنا ليزر مره تانية، النظر اتحسن 6.6، ورجعت حياتها بعد العمليه تاني يوم طبيعي جدا. فدقه الفحص ودقه تصوير العيان وفحصه كويس قبل العمليه، ده بيمثل 90% من العمليه نفسها. ده عيان كيراتوكونس، كيراتوكونس عادي بقى، لور كيراتوكونس عادي طبيعي، عنده قرنيه مخروطيه. قرنيه مخروطيه. القرنيه المخروطيه اللي عنده دخلناه في سكه، لا انت عندك قرنيه مخروطيه، ما ينفعش نعمل ليزك او تصحيح، هنعمل لك تثبيت قرنيه، وهنعمل زراعه حلقات بالفيمتو ليزر. عنده عمل له زراعه حلقات وعمل له تثبيت قرنيه، وتحسن جدا جدا، والحمد لله بدا يتغلب على مشكله القرنيه المخروطيه اللي عنده، والدنيا الحمد لله بقى كويس. فالانواع دي بتقول لي، الدقه دي بتقول لي ان ازاي اشخص المريض اللي فعلا هيستفيد من عمليه 6 على 6، والمريض اللي محتاج عمليه تانية، اللي عنده مشكله تانية في القرنيه، اقدر فعلا انتقي العيان صح وامانج العيان بالطريقه العلميه المظبوطه. ده جهاز أليجريتو اي اكس 500، واحد من احدث وادق اجهزه الليزر على الاطلاق. اسمه فعلا اسمه ايه بقى؟ أليجريتو اي اكس 500. جهاز الماني. الجهاز ده بيقدر يعمل جميع انواع الابليشن بروفايلز بتاع الليزك، يعني بيقدر يعمل ليزك بكل انواع، بيقدر يعمل الليزك ببصمه العين،
الليزك التفصيلي، بيعمل الليزك التراديشنال العادي، بيعمل الالترا ليزك، بيقدر نعمل بيه البي ار كي الليزك السطحي بدون لمس العين بالنان داتش تكنيك. الجهاز ده يعني دقه رهيبه. فالمهم ان المريض يبقى عارف انه لازم ان في اجهزه كتير قوي بتوصله لمرحله ان هو يشوف 6 على 6 بدون مشاكل، بدون تعب، بدون الم. دي مهمه جدا. انت قلت تعبير مهم جدا، يعني انه في اجهزه في اللي بتستخدم المفروض تكهن. المفروض تكهن. مش المفروض تستخدم. المفروض ما تستخدمش. اجهزه قديمه زي مثلا الفيرجنز، لو عندك حضرتك عربيه 28 قديمه، فخلاص في العربيه 28 دلوقتي ما عادتش هتنفع. انت عارف ان هو انت خدت مني الجمله، احنا الوحيدين في العالم اللي بنستخدم عربيات يعني تاريخ اللي هي بقى موديل 72 مثلا 78. مفيش حد في العالم بيسوق عربيه يا جماعه موديل 78، يعني حاجه مش منطقيه يعني. وفي قبل كده كمان. فلازم المريض يقدر ان دي عمليه زي ما هي سهله وبسيطه، زي ما هي عمليه عايزه دقه، عايزه مهاره، عايزه حرفيه، عايزه اتقان بشكل معين عشان فعلا تحقق احسن نظر تقدر تحققه في اسرع وقت ممكن. العيان تحضيره بقى، هل في اي شيء تاني في التحضير يعني؟ طبعا التحضير. عيان ده تحضير عيان زي ما قلت حضرتك يا دكتور ايمن، ده 90%. ان انا بفحص القرنيه بالست لامب وفي العياده وبالاجهزه دي. حاجه تانية بفحص عدسه العين. بيجيني مريض عنده 55 سنه 60 سنه عايز اعمل ليزك، مفيش مانع ان انا اعمل لك ليزك وهيصلح البعيد كويس جدا وهتشوف بعد كويس جدا. بس لو لقيت عنده اي درجه من درجات الميه البيضاء بنصحه ان ما نعملش ليزك. لا، احنا نعمل ميه بيضاء وزرع عدسه هتبقى افضل بالنسبه لك من ليزك، وهتحقق لك نظر كويس جدا، وهتبقى مناسبه ليك. لان الميه البيضاء دلوقتي اللي هي نسبتها 40% ممكن بعد سنه تبقى 70%. فلما اعمل لك ليزك وهرجع اعمل لك تاني عمليه كاتركت ميه بيضاء بعد سنه، طب ليه؟ ما انا هختصر معاك الطريق. الحاجه الثالثه بفحص الشبكيه كويس جدا. انا بشوف فعلا ناس وبشوف حاجات ان المريض بقى عنده ضعف في الشبكيه شديد جدا، او عنده قطع في الشبكيه وراح يعمل ليزك، راح لفلان قال له تعالى اعمل لك ليزك، طب ما في قطع في الشبكيه. القطع ده بعد كده يؤدي الى انفصال. يبقى انا لازم اعمل ليزر واحوط القطع ده بالليزر علشان القطع ده ما يعمليش اي مشكله، وبعدين اعمل عادي تصحيح النظر بعدها عادي باسبوعين. فالفحص المريض ودقه الفحص هتفرق معاه في النتيجه بعد كده. في فارق كبير بين كواليتي الرؤيه بعد عمليات تصحيح الابصار وبين النظاره حتى لو كانت مظبوطه. طبعا فرق كبير جدا. ان المريض اولا تحرر من النظاره. الحاجه الثانيه ان في بعض الحالات اللي هي المودريت والهاي ميوبيا، قصر النظر المودريت والعالي والهاي من ماينس 4 وطالع، والهاي اللي هو من ماينس 6 واكتر، دول النظاره بتعمل لهم تصغير لحجم الاشياء، بيشوف الشيء اصغر من حجمه الطبيعي، ويشوف جوده النظر مش هي الجوده المطلوبه. بعد الليزك بيقول كلام مختلف تماما. بعد عمليه تصحيح النظر بيقول الجوده بقت رهيبه، انا بشوف الاشياء بدقه غير طبيعيه، الحجم هو الحجم الطبيعي بتاع الشيء مش حجم مصغر. فبيحس ان النظر فعلا فرق كتير جدا عن النظاره، وبيحس بالفرق. الناس اللي عندهم استجماتيزم بالذات الميكسد استجماتيزم بيتحسنوا جدا، والهالات والبليرنج والزغلله بتتحسن جدا بعد الليزك، بعد كاستومايزد، بعد الليزك التفصيلي. فدول بيفرقوا جدا جدا وبيجيبوا نتيجه افضل من النضاره بكتير. واللي احنا شايفينه طبعا دي نتائج الفرق. دي نتائج الفرق. يا مريض ماينس 1.25 مع ماينس 1.25، العين اليمين زائد 3 مع ناقص 1.5، يعني عنده استجماتيزم بنسميه من اعقد انواع الاستجماتيزم اللي هو الميكسد استجماتيزم. ده بعد العمليه بقى زيرو. زيرو زيرو ليه؟ دقه. ده عمل ليزك تفصيلي دقة متناهية، وصل لزيرو 6 على 6 في خلال ساعات قليلة جدا. فتفرق كتير جدا مع المريض. عندي ثلاث أسئلة مهمين. السن المناسب لبداية الليزك؟ هل ممكن نعيد الليزك مرة أخرى؟ هل في موانع تمنع من إن أنا أستخدم ليزك أو أعمل ليزك؟ السن المناسب للليزك من 18 ل 19 سنة. ده السن المناسب للليزك. طبعا مريض كده تابع بدءاً من 18. هنبدأ من 18. قبل 18 مش هنبدأ الليزك. إلا في حالات معينة قوي اللي هي أنازوموتروبيا، وفي فرق كبير بين العينتين، عين فرق عن عين تانية أكتر من 4 درجات، والمريض مش هيقدر يلبس نظارة، فده ساعتها نعمله. إنما لو المريض طبيعي ضعف نظر عادي، يبقى ده هنبدأ معاه من 18 ل 19 سنة. ده السن المناسب بتاع البداية. وطالع ممكن نعمل ناس عندهم 50 سنه، سؤال مشهور قوي في العياده، دكتور انا عندي 50 سنه اقدر اعمل ليزك؟ ممكن تعمل ليزك بكل سهوله. الليزك هيفيدك في ان انت هتستغنى عن نظاره المشي، هتشوف كل حاجه بعيده. حتى لو القراءه بعد كده استحدثت نظاره قراءه في الكلام الصغير تكبر معاك، فدي هتبقى حاجه بسيطه جدا وقت الشغل، وهتبقى حياتك كلها بدون نظاره، وهتشوف نظر 6 على 6 بعد العمليه طبيعي. فالسن اي سن ممكن نعمله ليزك عادي جدا، طالما ما عندوش ميه بيضاء في عين. الموانع الليزك الجفاف الشديد، دي برضو من الحاجات المعلنة. ايه اهمية الفحص قبل العملية؟
ان الدكتور في دكتور هيقدر يعرف فعلا انت عندك جفاف نسبته قد ايه بتستات واختبارات معينه كده نعملها في العياده. اقدر اعرف المريض فعلا الجفاف ده جفاف فعلا مدرت جفاف فعلا محترم، ساعتها هنصحه لا بلاش نعمل ليزك ان الجفاف ده ممكن يزيد، ولا الجفاف ده جفاف نسبته قليله بسيطه فدي مش هتاثر معاك وهتاخد شويه قطرات ترطيب بعد العمليه مثلا شهر ولا حاجه والدنيا تبقى كويسه وهتتماشى طبيعي جدا زي حياتك الطبيعيه. من ضمن الاسئله المغلوطه، من ضمن الاسئله اللي بتجينا برضو موضوع السكر، انا عندي سكر اعمل نيزك؟ اه ممكن تعمل نيزك عادي جدا. عندك سكر الشبكيه كويسه، فحصك كويس، مفيش مشاكل، ممكن تظبط السكر كويس وبعد ما نظبط السكر نقدر نعمل الليزك وتشوف نظر كويس جدا ومفيش اي موانع للقصه دي. يا دكتور حساسيه هتزيد بعد الليزك؟ سؤال مغلوط، الحساسيه مش بتزيد بعد الليزك. انت لو عندك اصلا حساسيه هتتماشى طبيعي، نفس التراديشنال، نفس الحاجه انت ماشي عليها قبل العمليه، هو نسبه الحساسيه اللي عندك هتفضل زي ما هي. لو انت ماشي مثلا على قطره بتقلل الحساسيه هتمشي عليها طبيعي زي ما انت، عمليه الليزك مش هتزود الحساسيه. فدي من ضمن الاسئله المشهوره قوي في عمليه الليزك. المريض ممكن يجي لك بسمك القرنيه لا يسمح له بالليزك، ما ينفعش، هنبديل ايه؟ هنعمل له ايه؟ او عيل ميوبيك قوي ماينس 20 ماينس 21 البديل زراعه العدسات. زراعه العدسات هي بديل كويس جدا جدا لو الليزك ما ينفعش، يعني لو المريض عنده هاي ايرور زي ما حضرتك قلت كده اكتر من ماينس 12 مثلا او ماينس 11، قال له سمك قرنيه ضعيف مش هقدر اعمل ليزك، ازرع عدسه. ازرع عدسه يتوقف عندي على شقين، شق السن بتاع المريض لو هو في ال 40 او اكتر ممكن اعمله فيكو مانسيفيكيشن، عمليه تشبه الميه البيضاء، ان بشيل العدسه الطبيعيه وزعله عدسه برده بدون جراحه والعدسه يقدر يشوف بيها كويس جدا وفيها مختلف كتير جدا من انواع. ممكن اعزعله عدسه توريك اصلح له الاستجماتيزم اللي عنده، ممكن اعزعله عدسه اي هانس مثلا دي اكستندد ديبس اوف فوكس، العدسه دي بتقدر تخليه يشوف مسافه كمبيوتر او لابتوب، بيقدر يقعد على اللابتوب ويشوف كويس بدون نظاره، ما يحتاجش النظاره. ففي انواع كتير قوي من العدسات اقدر ازعل عليه 40 او اكتر. طب لو مريض سنه صغير في العشرينات في الثلاثينات اقدر اعمل له عدسه زي اللي موجوده في الفيديو قدامنا اسمها اي بي سي ال، عدسه خرافيه خرافيه. العمليه دي بتستغرق يعني ممكن 4 دقائق، فالعمليه دي عمليه سريعه جدا، عمليه ريكفري بتاع المريض بيرجع يشوف 6 على 6 بعد العمليه بساعتين ثلاثه، بتصلح من كل الهاي درجات العاليه من القصر النظر، يعني معانا لحد 25 درجه ولحد 30 درجه ممكن اصلحهم بالاي بي سي ال، ما فيهاش جراحه، عمليه سهله جدا بسيطه جدا. عمليه ثانيه، عدسه ثانيه اسمها ارتيزان او ايريس كلو، دي عدسه زي الاي بي سي ال بديل ليها، ممكن برضو بنزرعها في بعض الحالات. فهي العدسه دي ففي بعض الحالات بنزرعها برضو، فبترجع لاختيار الطبيب على حسب الاي سي ديبس، على حسب عمق الحجره اماميه للعين، على حسب ابعاد القرنيه بتاعته، على حسب ضعف النظر بنزرع له العدسه دي او دي. وكلا العدسات بتزرع بدون جراحه وبتشوف نتيجه، المريض بيلاقي نتيجه وقتيه ان شاء الله، ثاني يوم بعد العمليه بيحس بتحسن رهيب في النظر. انت نورت وابدعت ونورتنا حاجات كثيره مهمه جدا. تصحيح الابصار كلمتنا عن الكاستم ليزك، كلمتنا عن قيمه التحضير للجراحه. في سؤال حضرتك سالته لي برضو اللي هو موضوع رجوع النظر مره تانية. يعني المريض بيسال سؤال مغلوط جدا عند الناس، انا نظري هيرجع يضعف تاني؟ ده سؤال بنساله كل يوم، فالسؤال ده غلط تماما، لان بعد التصحيح المنطقي النظر ما يضعفش تاني اطلاقا، المريض بيحافظ على نظره 6 على 6 مدى الحياه، مدى بنقوله دوام مدى الحياه. يعني الحالات اللي بيضعف فيها نظره تاني دي حالات بيكون التقييم من الاول تقييم غير مظبوط، الاشعه من الاول كان القرنيه مثلا فيها ضعف، فاحنا الحالات اللي فيها التقييم او الاشعه فيها مشكله لا دول 3% دول مش هنعمل لهم عمليه. ال 97% هنعمل لهم اتعمل العمليه صح، التقييم صح من الاول، هيقدر يحافظ على نظره 6 على 6 مش هيضعف تاني. الكلام ده مغلوط والكلام ده مش مظبوط اطلاقا. نورت لنا اشياء كثيره جدا. نورك يا دكتور ايمن، نورك. سعدت جدا بهذه الزياره الرائعه. انا اسعد يا دكتور ايمن. التكنولوجيا المميزه اللي انت شرحتها لنا الاستاذ الدكتور، وبشكر حضرتك على الدعوه الكريمه دي. اشكرك على ربنا يبارك حضرتك يا دكتور ايمن. مدرس واستشاري الطب وجراحات العيون كليه الطب جامعه بني سويف، استشاري المياه البيضاء وتصحيح الابصار، وعضو الجمعيه الاوروبيه لجراحات الشبكيه والجمعيه الاوروبيه لجراحات المياه البيضاء وتصحيح الابصار. ابدع في واحده من حلقاتنا المثيره في الناس الحلوه. خليكم دايما مع الناس الحلوه.